السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا إقامة رائعة في تيزي وزو، ونشوفها هنايا يعني من نوع بافيون رائع. هذا هو المطلوب يعني لتطويره، ونطلب من هذا المنبر مسؤولين ومطورين عقاريين معا لبه يطالبوا ب يعني أراضي أوسع لتطوير يعني سكنات من هذا النوع، وكذلك لإدماج مساحات خضراء وطرق عريضة. ونطالب المسؤولين كذلك والمطورين العقاريين باش يديروا عواض، يديروا إقامات، يديروا أحياء، ياخذوا مشاريع نتاع أحياء، يطوروا أحياء سكنية أفضل مما يطيروا عقارات متفرقة بدون تهيئة وبدون نسق عمراني وبدون تحضير يعني وتصميم لأحياء متكاملة، دي كارتي انتيغري. هذا هو المطلوب، أن المطورين هذو الكبار اللي عندهم يعني كفاءات كبيرة وثبتت كفاءات نتاعهم، أن تعطى لهم مساحة كبيرة لتطوير أحياء سكنية عوض أن تكون مجرد إقامات متفرقة. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.